في سيتكوم ديال سيرش جيب داركوم هي ملكة، ملكة لا مامون ديال اللي غادي يشوفها الخطاب. هاد ملكة مفروقة مع راجل مطلقين وجات تحضر لك العرس ديال بنتها. المهم كتجي واحد الحدث اللي كيخليها تطول ديك المدة، واحد المدة طويلة وقف في ديك الدار اللي كانت خرجات منها شحال هادي، فرقات مع داك الراجل، كتلقاه مجوج مرا اخرى صغيرة زوينة وهذا. المهم كتدخل كتبدا داكشي ديال الغيرة، واخا مفروقين ولكن تعاود يفيق عليها كلشي، الندم، شحال الحويجات. واخا هي بعض المرات كتلقى راسها بانها ما هي عايشه مرتاحه، ولكن داك الشعور ديال المراه بجهه واحده اخرى اللي مستغل اللي قاعده في بلاصتها كيكون تاثر عليها. دوغ اللي غادي يلعب في فلاسيت كوم جيب داركم هو الدور ديال سميره اسيستانت في كابيني دونتير اللي اموروز دو محسن اللي غادي يلعب دور ديالو عزيز حطاب. كتكون كتبغيه ولكن الظروف كتحطها في انها خاصها تلعب الدور ديال اختو، حيت هو كيكون كيبغي واحد لا بيرسون وهو يتيم ما عندوش عائله، دونك كيضطر انه يكري اون فامي. كل واحد منين كيجيبو كيدير اون فامي باش يقدر يعجبها وتوافق عليه، دونك هي كتحط في انها خاصها تكون اختو الوغ كو هي كتبغيه. وهادشي اللي كيكري دي سيتوياسيون اللي هما كوميك اي غيال، وشي مره زعما دراماتيك كيبقاو فيك، كتبقى فيك ديك لا بيرسون. دونك كانت جامعه ما بين هاد لي تخوا شوز سي تي بيان. غنمثل اول مره سيتكم سميتو جيب داركم، الدور ديالي هو كاميليا بنت واحد المساعده. هي في هي سميتها في سيتكم ليلى، في الحقيقه سميتها خديجه. ومالوز فيه هو كريم في الفيلم، كيبغي زعما انا بحال كيدني بنته، بحال كيبغي يديرني بنته، انا ما كنحملوش، هو كيبغي ماما انا كنقمو.